بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مرة أخرى مع حديثنا حول صناعة النجاح. في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم النجاح، وذكرت لكم أن الناس يفهمون النجاح بطرق مختلفة. بعض الناس يظن أن المال هو النجاح، بعض الناس يرى أن الشهرة هي النجاح، لكن أحببت أن أعطيكم تعريفي الشخصي في قضية النجاح. وقلت لكم تعريفي للنجاح أن النجاح هو إنجاز متوازن في 4 جوانب. الجانب الأول هو أن ينجح الإنسان مع نفسه، في داخله، في ذاته، أن يكون عنده رضا داخلي. الجانب الثاني من جوانب النجاح هو أن ينجح الإنسان في علاقاته وإنجازاته وعطائه. أما الجانب الثالث من النجاح فهو أن ينجح الإنسان في آثار يتركها في الحياة من بعده. وأخيرا الجانب الرابع من جوانب النجاح أن ينجح مع ربه سبحانه وتعالى. هذه الجوانب الأربع من العمق والأهمية بدرجة أنه نحتاج أن نفصل في كل واحد منها، وسأبدأ معكم في سلاسل متتالية أتحدث عن هذه الجوانب الأربع. واليوم سنبدأ بالحديث عن الجانب الأول، جانب النجاح مع النفس. ذكرت لكم ما قيمة النجاح. إذا كان الإنسان ناجح أمام الناس لكن بينه وبين نفسه فاشلا، وأعطيكم مقياس كنت طلبت منكم أن تفكروا فيه. طلبت منكم أن كل واحد يذهب إلى غرفته ويغلق على نفسه الباب، وبدون أي تلفزيون أو هاتف أو مشاغل أو بشر، اجلس وحدك لساعة ساعتين وتأمل في ذاتك. تأملي أختي بنتي، تأملوا في ذواتكم. إذا شعرتم بالسعادة في هذه اللحظات فأنتم سعداء. إذا لم تستطيعوا أن تصبروا، أحسستم بالملل والقلق وشعرتم أن في شيء غلط وتريدوا أحد يشغلكم، تريدوا شيء يشغلكم، معناها لا توجد سعادة داخلية. السعيد في داخله ما عنده مشكلة، يجلس ساعات وحده يتفكر ويتأمل ويناجي نفسه ويناجي ربه، ما عنده مشكلة. وذلك أحد العلماء يقول نحن في سعادة، لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. هل أنتم في هذه السعادة؟ هل تستشعرون بالسعادة الداخلية؟ أضخم معارك الحياة هي ليست المعارك التي تدور بين الجيوش، وليست المعارك التي تحدث في داخل السياسة الداخلية أو داخل المنظمات والشركات والوزارات. هذه ليست أضخم معارك الحياة. أضخم معارك الحياة هي ليست المعارك على المال وعلى الشهرة وعلى شيء من متاع زائل، ليست هذه هي أضخم معارك الحياة. أضخم معارك الحياة على الإطلاق هي المعركة التي تدور داخل النفس البشرية، في داخل ذواتنا، في داخل أنفسنا. هناك المعركة الهائلة، المعركة الضخمة، هناك في داخل النفس البشرية. إذا استطاع الإنسان أن ينتصر في داخل نفسه، في داخل ذاته، عندها يكون قد نجح. أما عندما يستشعر بالفشل والانهيار، عندها يكون الإنسان فاشل. الإنسان الذي تخطر بباله بخواطر الانتحار، أو الشاب الذي يعرض نفسه في تهور في السيارة ولا في البحر ولا غيره، ما يشعر بقيمة نفسه، ما يشعر بقيمة ذاته. هذه علامة واضحة على أن الإنسان ما عنده رضا داخلي. أنا شفت بعض الشباب سبحان الله يتهور بالسيارة، تهور قد تودي بحياته وقد أودت بحياة كثيرين. فكثير من الناس يبدأ يتأفف، أوف شنو هذا، كيف يعمل كذا، هي القضية أكبر من هذا. هذا الإنسان لأنه لا يعرف قيمة حياته يتصرف مثل هذه التصرفات، لأن الحياة بالنسبة له لا قيمة لها، يفعل هذا. أيضا الشباب الذين يتعاطون المخدرات، أو حتى الكبار الذين يتعاطون المخدرات ولا الكحول ولا الحبوب المهلوسة ولا غيرها،
لماذا؟ لأنهم في لحظات الخلوة هذه ما هو قادر يتحملها، لأن عنده شعور شديد، شعور شديد بأنه ضائع، حياته ليس لها قيمة، شعور شديد بالخواء، نفس خالية فاضية. هذا هو مفهوم الرضا الداخلي. أضخم معارك الحياة هي التي نخوضها داخل أنفسنا لنجيب على السؤال: من أنا؟ إذن أضخم معارك الحياة في داخل أنفسنا تحدث، وإذا انتصرنا فيها عندها يكون الانتصار العظيم. الآن تأملوا معي، كل واحد فينا يحتاج أن يتغير حتى ينجح في هذه المعركة العظيمة التي يخوضها بداخل نفسه. ما فينا واحد كامل، ما فينا واحد وصل كما يقولون أبدا. ما دمنا أحياء فالحياة تتطلب منا هذا الصراع، تتطلب منا هذه المعركة الداخلية والخارجية. فالتغيير هدف، بشرط أن يكون التغيير نحو الأفضل، الطموح نحو الأفضل. بعض الناس سبحان الله يعني عنده كما يقولون قناعة سلبية. أنا لست ضد القناعة، لكن أنا ضد القناعة السلبية. بعض الناس يتحجج بالمثل المعروف: القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى في داخل الذات، لكن ليست معناها أن الإنسان ما كان عنده طموحات. فإذا لابد أن نتغير، والتغيير له نوعان رئيسيان، نوعان رئيسيان. أنا هنا أتكلم عن التغيير الفردي، ليس تغيير البلاد والمنظمات، أتكلم عن تغيير الأفراد. نوعان رئيسيان من التغيير. النوع الأول هو التغيير الذي يحدث بسبب صدمة، حادث، شيء ما يحدث. بعض الناس سبحان الله تتغير حياتهم لما يموت والدهم أو يفقدون عزيزا، عندها يتغيرون، هذا تغيير مقبول. أو بعض الناس لما تحدث له مشكلة مالية ولا مشكلة قانونية عندها يقرر أنه يتغير. أو بعض الشباب لما يعني ينزل في الأوحال المخدرات ويقبض عليه ويرمى في السجن، والله صحيت وتبت. بعض الناس ينتظر شيء يحدث حتى يتغير. أكثر الناس ينتظرون حدث يحدث، صدمة، مشكلة، مصيبة. بعض الناس يتغيرون أيضا عندما تتغير أدوارهم في الحياة، لما يتزوج ولا لما يجي له ولد، عندها يصبح التغيير بالنسبة له إجباري. هذا نوع من التغيير مقبول، لكن هناك تغيير أعظم منه وأفضل. أتدرون ما هو أعظم التغيير؟ أعظم التغيير ليس هو التغيير الذي يحدث بسبب صدمة أو عامل خارجي. أعظم التغيير هو التغيير الذي ينتج عن إرادة، عن قرار، عن تأمل وتفكر. أنا قررت أن أتغير، هذا هو أعظم التغيير. تغيير من داخل الإنسان بقرار. النوع الأول من التغيير الذي يحدث بسبب حادث أو صدمة، عندما تهدأ الأمور وتمر الأيام وينسى الإنسان، سينسى هذا التغيير. أما أعظم التغيير الذي يحدث بسبب قرار، فهو تغيير ثابت دائم مستمر. فإذا كنت تشعر بعدم رضا داخلي، فمارس تغييرا بقرار، بتأمل، بتفكر. تفكروا معي في أعظم التغيير. أعظم التغيير هو النابع من تأمل وإرادة وقرار، وليس الناتج عن صدمة أو حدث خارجي. إذن أعظم التغيير هو أن نغير أنفسنا.
طبعا هدف التغيير ليس التغيير بحد ذاته، بعض الناس يحب أن يغير دائما من أجل التغيير. الغربيين عندهم هوس اسمه هوس تغيير، صرعات تغيير، دائما يحب يغير، يغير في شكله ويغير في ملابسه ويغير في حياته ويغير. يعني احنا التغيير بحد ذاته ليس هدفا، وإنما التغيير لأجل الأفضل، لأجل الأحسن، هذا هو الهدف. ونحن نستطيع أن نتغير متى أحببنا، نستطيع أن نتغير. تغيير قرار. شوفوا، أذكر أني مرة قرأت دراسة عن الذين توقفوا عن التدخين، ليس المدخنين وإنما الذين توقفوا عن التدخين، فوجدت دراسة لطيفة جدا تقول أن اللي وقفوا عن التدخين ما توقفوا عن التدخين بسبب والله سجاير بدون نيكوتين، ولا بسبب والله لزقة لزقوها، ولا كل هذه الأشياء لا أثر لها حقيقة، وإنما الذين توقفوا عن التدخين قرروا التوقف عن التدخين، قرار داخلي ذاتي تحول إلى واقع. وكذلك الإنسان، هكذا يتغير الإنسان، يتغير الإنسان عندما يقرر أن يتغير. وسبحان الله، الإنسان عنده قدرات جبارة غير عادية، يستطيع من خلالها أن يتغير إذا قرر أن يتغير. اللي ما هو راضي عن نفسه، ما هو شاعر بسعادة داخلية، ما هو شاعر أن حياته لها قيمة، اللي بدأ يفكر بالموت ويفكر بالانتحار، خليه يعيد النظر، خليه يستعمل شوية من قدراته هذه. سبحان الله، قدرات الإنسان لو استعملها، الله سبحانه وتعالى وصفها في القرآن الكريم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال تزول بمكر الإنسان إذا خطط وقرر وحاول. فإذا هي قضية قرار، قرار داخلي أن نتغير. معركة النفس الإنسانية، هذه المعركة التي سميناها أضخم معارك الحياة، هذه المعركة هي قرار داخلي في داخل الإنسان. إذا أراد أن يتغير يستطيع أن يتغير. أنا أريدكم أن تتأملوا معي في هذه القضية: من نحن؟ من أنت؟ كثير من الناس عندما تسألونهم من أنت يبدأ فورا يجاوب بإجابات: أنا فلان. يعني لما يقول أنا فلان، لو غيرنا اسمك تصير شخص آخر؟ هل اسمك هو أنت؟ لا طبعا. فكروا معي، من أنتم؟ واحد يقول: أنا إنسان أحب الخير للبشر. هل صفة جميلة من صفات الإنسان تعبر عن الإنسان؟ هل أنت فقط هذا؟ بعض الناس يبدأ يفكر، أو بعض النساء ولا البنات يبدأ يفكر ويقول: والله أنا إنسان حنون وإنسان رحيم وإنسان، يبدأ يتكلم عن مشاعر أو أخلاق. هل هذا فقط هو أنت؟ سبحان الله، عندما تتأمل تجد أن الإنسان سبحان الله كائن معقد جدا، هو كل هذا وزيادة أكثر من هذا بكثير. فلما تبدأ تحسب كم عندي من أخلاق، كم عندي من قدرات، كم عندي من إمكانات، كم عندي من إنجازات، كم عندي من تاريخ، هذه الخلطة المشتركة هي التي تعبر عنك. من أنت؟ فكر معي، من أنت؟ من أنت؟ أن تكون أنت، يا لها من مهمة عظيمة. من أنت؟ أنت سبحان الله، أنت أنت، أنت فريد من نوعك. سبحان الله، كل واحد فينا ليس له شبيه، ليس له مثيل. حتى التوائم سبحان الله كل واحد فيهم وإن كان أجسادهم متشابهة لكن هم مختلفون. أنت خليط من روح وعقل وعاطفة وجسد، أنت خليط من أفكار ومبادئ وقيم من جهة، ومن جهة أخرى مشاعر وأحاسيس وعواطف ورغبات، ومن جهة ثالثة
أنت سلوك وتصرفات وأخلاق وتعامل، أنت كل هذا. وإذا أردت أن تشعر بالسعادة الداخلية، حاول أن كل هذه الأجزاء منك أنت، حاول أن تجعلها كلها تسير في اتجاه واحد واتجاه صحيح، في اتجاه هدف عظيم سامي قيم. سلوكنا وتصرفاتنا هي نتيجة لمشاعرنا. يعني أنا لما أشعر بحزن راح يبين في وجهي ويبين في آثار تعاملاتي مع الناس. عندما أشعر بغضب ستكون تصرفاتي مختلفة. عندما أشعر بإحباط سيكون تعاملي مع الحياة مختلفا. إذن الأهم من أن نفكر في السلوك والتصرفات، الأهم من هذا بكثير، هو أن نفكر في المشاعر والأحاسيس والرغبات التي أدت إلى هذا السلوك. دعونا الآن نفكر قليلا في هذه المشاعر والعواطف والرغبات. هذه كلها هي نتيجة لقيم، مبادئ، فكر. خلونا الكلام الفلسفي هذا اللي زايد، يمكن خلونا نبسطه. لو جاءتني بنتي من المدرسة، بنت صغيرة خلينا نقول في ثاني ابتدائي، وهي تبكي، قالت بابا أنا ما أبي أروح المدرسة، لا أريد أن أذهب للمدرسة. هذا سلوك الآن، هذا تصرف. ليش يا بنتي ما تحبين تروحين المدرسة؟ لأن البنات كلهم يكرهوني. هذه الآن مشاعر. شوفوا السلوك هو نتيجة لهذه المشاعر. ليش يا بنتي تحسين إن البنات كلهم يكرهوكي؟ لأنهم عملوا حفلة وما دعوني. إذن هي عندها قيمة، عندها مبدأ، عندها فكرة أنه لو صارت حفلة ولم تدعى لها معناها هي منبوذة. طبعا هذه الطريقة بالتفكير من وين جاءت؟ جاءت أيضا من بيئة، من احتكاك. هي احتكت بالبنات بطريقة معينة، أو بنات عمها وأقاربها أشعروها هذا الشعور، فصار عندها قناعة أنها لو تصرفت بهذه، لو تصرفوا معها بهذه الطريقة، إذن هذه نتيجتها. إذن بيئتنا واحتكاكنا هم الذين غيرونا وجعلونا نفكر بطريقة معينة. إذا تفكرنا وتأملنا في هذا، سنعيد النظر في كل الحياة، في كل الحياة. يأتي ابني يقول لي أنا قررت أترك الدراسة. أوف، ليش يا ابني؟ والله يا بابا، طبعا نتكلم عن ولد كبير مثلا، هذه قصة طبعا خيالية يعني. يا بابا أنا إنسان غبي. هذا الشعور من وين جاك انك غبي؟ لان انا درجاتي ما هي كويسة، فخلاص ما في فايدة من دراستي، وما في فايدة اني انجح، ما لي امل، فانا لاني غبي خليني اشتغل شغلة حرفية بايدي احسني من اني احاول. من وين جالك القناعة والشعور انك لو اخذ درجات سيئة معناها انك غبي؟ من وين؟ من بيئة ومجتمع تبرز الأوائل في المدارس ولا تبرز الأوائل في الحياة. فكروا معي، هل كل الأوائل في الحياة كانوا أوائل في الدراسة؟ لا. وبالتالي لو أعدنا هذه المفاهيم وتشكيلها في نفوس البنات والأولاد من جديد، سبحان الله، الحياة يصبح لها شكل آخر، مظهر آخر، طريقة تفكير أخرى. هذا كله جزء من مفهوم التغيير. لو فهمنا هذه المفاهيم سنعيد النظر في كل الحياة. وبالتالي أنا ما أستطيع أن أنجح إلا إذا غيرت هذه المفاهيم، هذه القيم، وكسرت هذا التنميط، طريقة الحياة اللي حولي، اللي أول في المدرسة هو الأول في الحياة، ما هو صحيح.
بل بالعكس الحياة تثبت عكس هذا، أن كثير من الأوائل في المدارس في النهاية استغلوا عن الناس ما كانوا أوائل في المدارس. فكروا معي. وبالتالي مهما كانت تجاربك السابقة، إذا قدرت تكسر هذه الطريقة في التفكير اللي جاءتك من المجتمع ومن الحياة، واللي تقول لك أنك أنت فاشل، أنت مالك أمل، أنت كذا، أنت كذا، لا، في النهاية أنا الذي أقرر من أنا، أنا الذي أقرر سعادتي ونجاحي، وليس الحياة وليس المجتمع، أنا الذي أقرر، إرادتي بيدي، أنا صاحب القرار في تغيير حياتي. عندما نفهم الحياة بهذه الطريقة، سبحان الله، نكون خطونا خطوة جادة في صناعة النجاح. أما الذي يسمح للحياة من حوله والناس من حوله أن يشكلوه وليس له إرادة، فهو بعيد عن صناعة النجاح. أصنع النجاح بأن تخطو الخطوة الأولى الجادة، وهي أنكم أنتم مسؤولون عن حياتكم، أنتم مسؤولون عن ما يحدث لكم. هذا المفهوم أفصله في حلقة قادمة إن شاء الله مع صناعة النجاح. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.